الحاج زكريا من الدقهلية، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حاج زكريا؟ الله يبارك فيك. طبعا احنا بنشكرك وبنشكر أسرة الإعداد. العفو. والأستاذ وكيل وزارة الري في الدقهلية على وصول المية لنهاية ثلاث صلاحات. الحمد لله وصلت والناس كلها مبسوطة وبتروي والمنسوب عالي. الحمد لله. بس المشكلة دي بتواجهنا كل شهر، فيا ريت يهتموا بتركيب الماطور او المكنه دي، يهتموا بها يا حاج زكريا. يا حاج زكريا. ايوه يا باشا. من اسبوع كنت حضرتك معايا وكلمنا وكيل وزاره الري على الهواء. اه. وادانا ميعاد لتركيب الماطور. ايوه. انا مش متذكره، انت متذكره. اه. امتى؟ هو قال خلال شهر وخد الانتاج الحالي. الشهر لسه ما عداش وقال لك جاي لكم مواتير من احدث او من اعلى الماكينات على مستوى العالم، الماركات. ايوه. وهتركب ومفيش مشكله، وهم مشكورين. المايه موجوده عندك دلوقتي؟ المايه موجوده ومنسوبها عالي كمان، الحمد لله. والحمد لله. الفدان اللي بتراه في ثلاث ساعات بتراه في ساعه، اقل من ساعه. طيب ده كله خير للبلد. يبقى توفير لي في الجهاز وفي هلكه العد. صح. ايوه. فما تقلقش. كمان عندنا مشكله يا باشا. ايوه. الصرف المغطى النهارده عامل زي الشبكه العنكبوتيه في جميع الاراضي. انا راجل بلتزم بالدوره او بلتزم بقرار الحكومه ان الجنب ده كله مزروع ذره او ناشف، بزرع ناشف. في غيري بقى بقول لك الله، ايه يعني المخالفه 3000 جنيه 4000 عدناها طن رز، ما هو طن لا انت عارف هو بيقولوا ايه يعني. لا 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 الكلام ده غلط، هقول لك ليه غلط. بيخالف وبيضرب الارض اللي جنبه. ما يا حاج زكريا، حاج زكريا، يا ريت تغليظ العقوبه يا حاج زكريا. اسمعني بس، يا تعمل العقوبه 10000 جنيه بحيث اما ما تزعلش ما تزعلش جيرانك، ما تزعلش جيرانك منك يا حاج زكريا، الناس هتزعل منك. ما انت لما تقول كده الناس هتزعل منك حاج زكريا. ايوه. العقوبه بقت اتقل من الاول، خصوصا ان مستلزمات الانتاج زادت والمصاريف زادت، فلما يجي الفلاح اخر الموسم ويلاقي نفسه بيدفع الدنيا هتتظبط. انت عندك تعديات في المنطقه عندك او زراعات مخالفه؟ خلي بالك هي على مستوى الجمهوريه قلت فعلا السنه دي، وفي ناس بتقول لك السنه ما تعمليش محضر. عايز اقول لهم في تصوير جوي، وعايز اقول لهم ان ما فيش حاجه اسمها اصل الغرامات دي هتتشال او هنتسامح فيها، القانون هيتنفذ هيتنفذ. بشكرك يا حاج زكريا. معانا مين يا استاذ محمد؟ طيب للاسف وقت الحلقه خلص، الوقت جري، لان احنا بنتكلم مع حضراتكم احنا بنتكلم عن العمل والانتاج، ودي فيها روح وفيها حياه. بس انا بوصيكم على ارضكم الزراعيه، لان هي دي خير اللي هنسيبه لاولادنا اللي هيكملوا بعدينا، خير احنا مستأمنين عليه امام ربنا سبحانه وتعالى. زي ما بطالب من المسؤول ان هو يقدم الخدمه للفلاح باكمل وباجمل صوره، انا بطالب من الفلاح ان هو يحافظ على نعمه ربنا. شكرا لكم والى اللقاء.